السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد وفيديو صاعق، مفاجأة محدش كان يتوقعها. طبعا النهاردة بداية جلسات الحوار الوطني اللي دعا السيسي في رمضان اللي فات، وإن كل الناس الأطراف مدعوة. قبل يومين بس السيسي طلع قالك يا جماعة الإخوان مش هيحضروا الحوار الوطني لأنهم مش عارفة إيه، ولو هم كانوا مسكوا الحكم كان هيرضوا يتحاوروا معايا. وتم بشكل رسمي اقصاء الاخوان، او بمعنى اصح كده قطعوا كل السبل ان ممكن الاخوان او التكهنات اللي كانت بتقول ان الاخوان هتشارك في الحوار الوطني. النهارده طبعا حصل الحوار الوطني وبدات اولى جلساته بمشاركه القوى المدنيه، والمفاجاه وجود الاخوان بقوه في اولى جلسات الحوار الوطني. تخيلوا، تعالوا نشوف ازاي. بدأت النهاردة أولى جلسات الحوار الوطني. طبعا المنسق العام كان ضياء رشوان في الأكاديمية للتدريب، طبعا اللي هم العيال بتوع السيسي ورجالة السيسي، وطبعا مجلس الأمناء العظيم اللي تم اختياره. تم اتنين بس بالمناسبة، تم اختيار اتنين من القوى المدنية والباقي محاسيب. وطبعا كان في تصريح جميل جدا للسيد المنسق العام ضياء رشوان، قال بالمناسبة يا جماعة احنا هنا مفيش حاجة اسمها أقلية وأغلبية. طبعا مفيش اقليه واغلبيه، انتوا فاهمين الحدوته. ليه بقى مفيش اقليه واغلبيه؟ لان طبعا قال لك هم 19 قدام 2، فاكيد هم اللي عايزينه هيمشوه وهم جايين من قبل السيسي، فطبعا الشعب مش هيقبل ده ولا القوى المدنيه هتقبل ده. طب يبقى ايه الحل؟ قال لك لا، احنا كل واحد هيقول رايه، يا اما الموافقه بالاجماع، ها بالاجماع، يا اما لو في اي اراء مختلفه هنرفعها لمين بقى؟ هنرفع للسيسي وهو يقرر. والله العظيم، والله العظيم ده كلام ده رشوان مش انا. طيب ده اول حاجة، اول حاجة عظيمة في بداية الحوار كده بسم الله الرحمن الرحيم، ده اول اكشي. طيب تاني حاجة بقى، الحدوتة هنا بقى حاجة تانية مهمة جدا، وده اهم حاجة بقى، حضور الاخوان. طبعا هم قالوا الاخوان مش هيحضروا، والسيسي طلع وقال مش هينفع يحضر الاخوان. النهاردة كان في حضور قوي جدا للاخوان، بداية من المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان اللي بنفسه بعظمة لسانه قال لك كده. قال لك ايه؟ قال لك تم استثناء الاخوان، او الاخوان كانوا في مقدمة من تم استثنائهم من الحوار الوطني، وكل من رفض الاعتراف بدستور 2014 فهو يعتبر انقلابي ويريد قلب نظام الحكم. هو اللي قالها، قال لك الاخوان مش عارف ايه، بتقعد بقى يتكلموا على الاخوان ومش عارف ايه، وان هم والقتل والناس اللي مش عارف اللي في رقبتهم دم وكلام من ده، واخد بالك اللي هم بيقلبوا الايه، يعني اللي مش عارف ايه تيجي تلهيها تلهيك وتجيب اللي فيها فيك. خلصنا كده؟ لا، الاخوان كان لهم حضور تاني. مين بقى؟ القوى المدنيه العظيمه. النهارده في كلمتها طبعا بقياده ابو حمدين صباحي، الكلمه الجميله اللي قالها برضو نفس الحكايه، قال لك ايه؟ قال لك لم ولن ندعو الاخوان للمشاركه بالحوار الوطني. والله العظيم، يعني دي القوى المدنيه كلها قالت لك كده، لم ولن ندعو الاخوان للحوار الوطني. في ايه يا جماعه؟ ما تهدوا يا حباب شويه، ما انتوا رايحين تقعدوا تحلوا مشاكل البلد مع بعضكم، ولا رايحين تسيبوا في الاخوان برضو؟ ما خلاص يا جماعه، ما هو الراجل قال لكم الاخوان مش هتيجي، ولا انتوا كل واحد لازم يتضرع تعريضا للسيسي؟ خلاص انتوا حلوين يا جماعه والاخوان مش موجودين وخلصنا. لا، لازم يقول لك لا الاخوان مش عارف ايه. بس على فكره احنا قبل ما نتكلم في الحوار، روق بس، اهدى اهدى بس كده، وقعدوا كده ورونا كده انتوا هتطلعوا بايه، ورونا كده ما تاخدوا على دماغكم. وبمناسبه صحيح القوى المدنيه، يعني مع كامل احترامي، يعني انا في صورتين عايزكم تبصوا عليهم. الصوره اللي على اليمين دي القوى المدنيه النهارده، والصوره اللي على الشمال دي حضرتك دي صوره جبهه الانقاذ. ايه رايك في الشكل كده؟ شايف الشكل وشايف الوقفة عيني بتوع ما كانوا جبهه انقاذ وناس يعني كانوا بيغيروا الدنيا وبيحركوا البلد بيقوموها وبيقعدوها؟ شوف شكلهم، تحس ان هم منفوخين ازاي والدمام في وشهم. الناحيه الثانيه بقى بتوع القوى المدنيه، يعني شايف واقفين مكسورين ازاي، حاسين بخزي وعار، لا حول ولا قوه الا بالله. ده مشهد بسيط بس كده بمناسبه بدايه الحوار الوطني. طب ما انتوا قلتوا يا جدعان الاخوان مش داخلين، ليه بقى؟ انتوا اللي بتحضروهم على فكره. ما دي الفكره، ان انت دايما اللي بتحضر العفريت. اهدوا بس كده يا جماعه، وورونا في الاخر هتطلعوا بايه. سلام، ونشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم احمد الرصد.